متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. صباح الخير لكم، صباح النور لكم، ومرحبا بكم في هذا البث وهذه الجولة الصباحية في شوارع مدينة طنجة او عاصمة البوغاز. كما كتلاحظ معنا هذه الاجواء الصباحيه ديال مدينه طنجه، طاحت البارح بالليل، ليلة كاملة وهي كطيح الشتا. الحمد لله على هذه النعمة. هذه اخ محمد، صباح الخير. صحنا في طنجة، راه كاين الجو بارد. إذن متابعي قناة شوف تيفي، كما كتلاحظو معنا هذه الأجواء الصباحية في مدينة طنجة. الجو بارد اليوم، صح درجة الحرارة 12 مدينة طنجة. كما تلاحظو معنا حتى هنا في طنجة، يعني كما كنقولو حنايا السما مغيمة. يعني كنظن حتى اليوم غادي يطيح الشتا ان شاء الله، نتمنى الله يكون خير. الحمد لله على هاد النعمة هادي. إذا متابعي قناة شوف تيفي، حاليا وصلنا لنهاية البث المباشر، نتلقاو بعد قليل بث مباشر آخر.